فانتقلنا إلى الأردن، والأردن كنت شغال من البيت لشركة كويتية، أقابل أصحاب ومدراء فنادق بالأردن، فكان عندي وقت طويل جدا استثمرته بإني أكون نشط على المدونات والتويتر والفيسبوك والفورسكوير، وكنت نشط على السوشيال ميديا هذيك الأيام بال 2008-2009 بنشط بشكل كبير جدا. وهاي كانت حياتي لمدة تقريبا 6 شهور 9 شهور بالأردن. بعدين حكيت أنا صراحة الانكم مليح ممتاز، الوقت عندي متاح كتير، بس مش هذا اللي بدي إياه. فصار عمري 42 سنة، قررت قرار كبير جدا بحياتي، وقفت، حكيت أنا بدي أوقف كل إشي، شغلي وحياتي وكل إشي، من اليوم وطالع ما بدي أسوي أي شغلة إلا إذا أنا مقتنع فيها 100% حتخليني سعيد. فاستقلت من الشباب، قلت أنت مجنون، تعاد وبيجيك معاش كويتي ومبسوط وكذا، لا 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 خلص، قلت أوكي استقيل، استقلت. فصرت شوي شوي على السوشيال ميديا، قررت إني أنا بدي أشتغل بالسوشيال ميديا. قررت طب إيش بدي أشتغل بالسوشيال ميديا؟ كل الناس عم بيسووا سوشيال ميديا، إدارة سوشيال ميديا وسوشيال ميديا مانجمنت، طب بدي أدخل معهم براس براس؟ لا 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 اترككم لحالهم، بدي أدخل بشغلة جديدة. طب إيش هي؟ سوشيال ميديا ترينينج. ممتاز، بصير أعلم سوشيال ميديا. فبديت شوي شوي أدرب تويتر، أدرب شغلات هيك خفيفة، اكتشفت إنه المشكلة لسه موجودة، الفوبيا تبعت البوبليك سبيكينج لسه موجودة، لسه مش عم بتتغلب. فهاي مشكلة كبيرة، فحكيت قبل ما أوصل للحلم تبعي لازم تنحل المشكلة هاي. هاي الضعف تبعي ما ممكن أتغاضى عنه، لأنه هو بيني وبين تحقيق الحلم تبعي. فيوم من الأيام أنا عم بساعد ناس بالاستشارات المجانية لأنه عببني اسم لحالي، كنت موجود بمكتب نسرين خوري. أنا عاد أقول نسرين عم بسوي هي إعلان على الفيسبوك، عم بصلها بتحكي لي شو رأيك نسوي بارتر ديل؟ قلت أوكي نسوي، أنا بساعدك بالفيسبوك، أنت بسوي لي شو بسموها؟ public speaking؟ لا coaching؟ coaching، life coaching. life coaching. yes. حكيت له أوكي، حكيت له شو بدك؟ شو عندك مشاكل؟ حكيت له public speaking. قلت له سهلة، أقعد استريح تنفس. وأنا حكيت شو تنفس واستريح وأقعد خزعبلات هذه. ولا بتحكي لي طيب مشكلة الببليك سبيكينج نوعين، إما نفسية أو قلة محتوى. قلت المحتوى الحمد لله موجود. قلت لي عاد أكيد نفسية. قلت له ممتاز كيف؟ قلت لي أنت وعمرك من 9 سنين إلى 12 سنة صارت شغلة بحياتك أثرت عليك لهالموضوع هذا. قلت لها شو بتحكي؟ ما صار ولا شيء بحياتي. لا لا صار شيء، فكر فيها. قلت لها أكيد ما صار شيء. وأنا فعلا أنا كنت يعني قاعد معها، بس انه يعني هذه ساحره، شو بتحكي يعني انه خزعبلات. فحكيت لي خلص روح، اذا بتيجي على بالك احكي معي. روحت بعد 3 ايام تذكرت صار في حدث مره احنا قاعدين بالمدرسه بالكويت، وطلع قرار وزاري مفاجئ انه حصه الرياضه بطلوا يحطوها بالشهاده، لا تحسب بالشهاده من يوم طالع. فانبسطنا، فاساتذه الرياضه شو بنسوي؟ طب الحصه تبعتنا شو بنسوي؟ فجمعونا هيك ثلاث حصص مرة واحدة بالجيم تبعت الباسكتبول، وقاعدين استاذين الرياضة مع بعض، ومش عاوز ولا كلمة الاستاذ بيحكي. وتعرف كيف حصة الجيم تبعت الرياضة صدى عالي جدا، والوحيد اللي صوته عالي وبضحك زي المونكيز مين؟ أنا. وصاحبي بيحكي ولك اسكت، الاستاذ بيطلع عليك اسكت، ايش بدي اعمل؟ قال لي يعني بحط لي دويحة، يحط لي دويحة. وهو انا بسوي هيك بشوبر شافني بحكي لي تعال. رحت عنده بحكي لي اسمك ايه؟ خالد. باي صف كذا؟ هو مش استاذ يعني. فبحكي لي تلعب رياضه؟ قلت له لا. بحكي لي سوي لي 10 ضغط. اوكي شو 10 ضغط؟ تعرف كيف احنا صغار كل واحد بفكر حاله باتمان. سويت اول وحده، سويت الثانيه، بعدين الثالثه، صرت ارج واقرا. والاستاذ بيقول لي خلاص مش حيقدر، لا لا خليه انا عاوز اعلمه درس. وسمعت كل الصف والصدى عم بيضحكوا على الموضوع هذا. ما بعرف انا it could be this story ولا لا، بس انا لما تذكرت القصة هذه بعد يومين ثلاثة صفت نسرين، عرفت ايش السبب. قلت له اوكي تعال. فرحت احكي لها السبب. قلت لي ممتاز، انت عندك خلل وهذا هو الاساس تبعه هنا. هلا احنا عرفنا بالضبط ايش هو الخلل، هلا بدنا نعالج الخلل. اوكي تحكي لي بدنا نسوي ثلاث شغلات. اول شغله بدنا يكون عندنا تنفس، نتدرب على التنفس. فاول مره بحكي لي انه لازم تركز. انا بفكر انه التنفس خلص عادي يعني، الواحد طلع التنفس هذا علم وكورسات وشغلات.
طلع اوكي. قالت لي ثاني شغله بدي اياك تحفظ اول 60 ثانيه وتنوعهم، مره يكونوا انترودكتوري، مره يكونوا قصه، مره نكته، مره. قلت اوكي. ثالث شغله فكر لي بحدا بنسيك اللي حواليك. قلت له اوكي. ليلى، ما بذكر ليلى بنسى. قلت له ممتاز، نيوترلايز الايموشنز. فصرت اوكي شوي شوي اسويها، شكرا مع السلامه باي. يعني ما كنتش برضه، ما كنت انا واثق من يعني كلامها كثير. بس anyways رحت اول مره جربتها ما زبطت، ثاني مره جربتها ما زبطت، ثالث مره رحت جبت ناس جداد، كنت اجيب دائما اصحابي، جبت اصحابي وناس جداد وبتفشل بينهم، بعرق وكذا وهيك. واي ريد كنت بعرق كثير ارتكلز على الموضوع، وانه اللي بيشوفوه الناس غير اللي انت بتحس فيه، هم بس بيشوفوا 10% انت بتفكر. فكنت يعني قريت شغلات كثير عنه، بس ولا شيء ظابط. بس ضليتني وضليتني وضليتني. بعدين هيك بعد يمكن 12 محاولة بين بصيص أمل خفيف، يعني يمكن نظرة إيجابية من حدا، يمكن هاي رفعت لي شوية الثقة. فهذا يمكن I built on it شوي 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 شوي، قام زبط اللي عطتني إياه زبط. لأن كل مرة كنت أسويه ما يزبط، بس الاستمرار فيه زبط. ففجأة صرت أقدر أعطي بحرية، أقدر أعطي بحرية، أقدر أعطي بحرية، أقدر أعطي بحرية. وهيك شوي شوي راحت الفوبيا تبعت الببليك سبيكينج.